استقبل صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفه بن احمد ال خليفه القائد العام لقوات دفاع البحرين معالي الفريق اول الركن فياض بن حامد الرويلي رئيس هيئه الاركان العامه للقوات المسلحه بالمملكه العربيه السعوديه الشقيقه وخلال اللقاء قام صاحب المعالي القائد العام لقوات دفاع البحرين بتسليم معالي رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وسام البحرين من الدرجة الأولى الذي منحه إياه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه حيث نقل معاليه له تحياتي وتقدير حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه لجهوده الطيبة ودوره المثمر في تعزيز وتقوية علاقات الأخوة والتعاون والتنسيق في المجال العسكري والدفاعي المشترك.